السوشيال ميديا تعمل نفسها النخبة وهم اللي بيقودوا الآراء، ده في حد ذاته عبث. يعني انت حضرتك إعلامية أو الصحفيين، احنا نخبة مفروض، عشان دي ناس مش ناس ما عندهاش، احنا مع بعضينا، وانا خدت المشهد شيرته عندي على الصفحة. ليس صحيحا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. على اللي بيشكك في القاعدة اللي بتقول القرآن صالح لكل زمان ومكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة اللي فاتوا، هنلاقي فيه أخبار كتيرة منتشرة على السوشيال ميديا، لكن وقفت عند كام خبر كده حبيت أشاركهم مع حضراتكم في حلقة النهاردة. أول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم من وجهة نظري هو أهم خبر، وهو عن تصريحات عالم أزهري بخصوص القرآن الكريم، وتحديدا لما كان بيتكلم ويقول إن القرآن الكريم مش لكل زمان. إيه تفاصيل الخبر ده وإيه تفاصيل التصريحات دي؟ هنتكلم فيها مع حضراتكم في حلقة النهاردة. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن تصريحات مصطفى شعبان في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم وأهانته للشعب المصري وكل الجمهور اللي بيتفرج عليه. إيه تفاصيل الخبر ده برضه هنتكلم فيه مع حضراتكم في حلقة النهاردة. وهعرض كمان على حضراتكم في حلقة النهاردة آخر تطورات الأزمة المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج وتصريحات اخو ياسمين عبد العزيز. لان بكل بساطه كده يا جماعه، من وجهه نظري ان اخو ياسمين عبد العزيز بيستغل اسمها عشان يسوق لنفسه تجاريا. وزي ما بتكلم مع حضراتكم في النماذج السلبيه، برضه هتكلم في نموذجين ايجابيين بيتم عرضهم في رمضان 2022، وهو مسلسل المداح ومسلسل الكبير. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع حضراتكم في حلقه النهارده، استنوني بعد الفاصل. قبل ما نبدأ كلام في حلقة النهاردة، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. أول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم من وجهة نظري زي ما قلت لحضراتكم إن هو أهم خبر، وهو عن تصريحات الشيخ الأزهري أسامة إبراهيم بخصوص القرآن الكريم، وإن القرآن ما يصلحش لكل الأزمنة وكلام من هذا القبيل. وسبق واتكلمت مع حضراتكم في أكتر من حلقة وقلت إن أنا مش شيخ عشان أفتي في أمور المسلمين، لكن أنا هعرض على حضراتكم تصريحات الشيخ ورد عالم أزهري على الشيخ أسامة إبراهيم. بس قبل ما أعرض على حضراتكم مقطع الفيديو، عايز أقف مع حضراتكم عند النقطة دي تحديدا ونتكلم كده شوية بالعقل. مع كامل احترام وتقدير لكل علماء الأزهر الأجلاء، لكن في الفترة الأخيرة يا جماعة انتشرت أخبار أو تصريحات من النوع ده كتير، وما بيبقاش في رد رسمي من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، فالكلام ده بيعمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ربما تصدم البعض. البعض يقول أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وهذه جملة تنقصها الدقة، لأن القرآن الكريم صالح لبعض الأحوال وبعض الأزمان. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس صحيحا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. القرآن حضرتك هنا بتقول حاجة عكس ما هو شائع ومستقر. أنا معي الدليل، وليناقشني من يناقش. زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي تصريحات الشيخ أسامة بخصوص القرآن الكريم واللي هو لا يصلح لكل الأزمنة. وأنا هرد على الشيخ أسامة في النقطة دي تحديدا بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، صدق الله العظيم. نطبق أحكام القرآن الكريم في الزمن وفي المكان مع الأشخاص الذين يخاطبهم القرآن الكريم في هذه الأمور. فالقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، والقواعد الفقهية بتقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نيجي لتاني خبر معنا في حلقة النهاردة، وهو عن الأزمة المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج وتصريحات أخو ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة والضجة اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا النهاردة تحديدا يا جماعة مش جاي أتكلم مع حضراتكم عن المشكلة، كنا اتكلمنا فيها في حلقة سابقة، لكن أنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن استغلال الشخصيات الناجحة اللي زي ياسمين عبد العزيز عشان تظهر الفنانين التانية ويركبوا الموجة ويطلعوا ترند. مع كامل احترامي وتقديري لأخو الفنانة ياسمين عبد العزيز، لكن أنت بتستغل اسم أختك عشان تطلع تعمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتبدأ تتشاف. واللي يأكد كلامي التصريحات اللي كان بيطلع يقولها وائل عبد العزيز أثناء مرض أخته، والمشكلة اللي كانت طلعت وقالوا ان احمد العوضي اتطلق من ياسمين عبد العزيز، وان هو ما سافرش معاها، وائل طلع في التوقيت ده وقال اللي بالفعل الطلاق تم بالفعل، واكد الكلام اللي كان احد الصحفيين قاله. كل اللي اقدر اقوله لك يا وائل، اتقي ربنا في اختك، هي فنانه ناجحه وفنانه مشهوره، وما ينفعش اللي انت كل شويه تطلع تقول التصريحات دي. نيجي الخبر اللي بعد كده معانا في حلقه النهارده، وعن الفنان مصطفى شعبان واهانته للجمهور والشعب المصري. طب ازاي الفنان مصطفى شعبان اهان الجمهور او الشعب المصري؟ ببساطه كده يا جماعه،
الفنان مصطفى شعبان كان مقتبس المسلسل بتاعه من احد المسلسلات الاجنبيه. فطبعا في ناس بتطلع على السوشيال ميديا وتبدا تكتب رايها وتقول ان الفيلم ده مثلا مقتبس عن الفيلم الفلاني او المسلسل ده متاخد عن المسلسل الفلاني، وبيبدوا رايهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لحد هنا والامور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى هو اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. نلاقي الفنان مصطفى شعبان طلع يقول ان الجمهور اللي بيكتب رايه على مواقع التواصل الاجتماعي مش من النخبه او من الكتاب والصحفيين عشان يبدوا رايهم في المسلسل. ودي النقطه اللي انا عايز اقف مع حضراتكم فيها واوجه رساله لكل الفنانين، مع كامل احترامي وتقديري لكل نجوم الفن، لكن اي فنان ناجح السبب في نجاحه بعد الله عز وجل هو الجمهور. مفيش حاجه اسمها نخبه، مفيش حاجه اسمها كتاب صحفيين، وحضراتكم عارفين كويس ايه اللي بيحصل وراء الكواليس. يمكن الجمهور ما يعرفش الكلام ده، لكن احنا في المطبخ وعارفين الموضوع ماشي ازاي. عرضه لان بعض الاراء على السوشيال ميديا تعمل نفسها النخبه وهم اللي بيقودوا الاراء، ده في حد ذاته عبث. يعني انت حضرتك اعلاميه او صحفيين، احنا نخبه مفروض قاده راي، يعني بيقولوا اراء يمشي وراهم ناس. وده ينقلني لاخر خبر معانا في حلقه النهارده وعن المسلسل التلفزيوني الكبير الجزء السادس ومسلسل المداح للنجم حمادة هلال والفنان احمد مكي. على النقيض بقى على كل التصريحات وكل الضجه اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فاتت دي، مسلسلين بدون عري وبدون مشاهد خارجه ومحققين نجاح كبير جدا على كل شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ونحط تحت كلمه مواقع التواصل الاجتماعي مليون خط، لان مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتعبر على راي الشارع المصري، مش زي ما الناس بيتهموهم ويقولوا اللي دي لجان الكترونيه وبيدفع لها فلوس عشان تطلع تقول رايك في مسلسل صحيح او غير صحيح. هل تعتقد ان واحد زي احمد مكي دفع فلوس عشان الناس تطلع تقول المسلسل بتاعه جميل؟ الاجابه بكل بساطه يا جماعه الكلام ده مش موجود، لكن محبه الناس واحترامهم للجمهور هو سبب نجاح المسلسلات بتاعته. انا شيرت بصراحه، انا بحب المسلسل ده قوي. انا بحبهم كلهم، مكي حبيبي واحمد جندي وكل تلاقي. حلو ان هم استعانوا بالمداح في كبير وخدوا النجاح الكبير عشان دي ناس مش ناس ما عندهاش. احنا مع بعضينا، وانا خدت المشهد شيرته عندي على الصفحه وقلب الدنيا، فولا فارق معانا. احنا في الاخر احنا بنعمل شغل نبسط الناس ونبقى كلنا مع بعض. احنا فيش حد عايز يطلع على دماغ التاني ولا بتاع، احنا كلنا في الاخر ناجحين الحمد لله. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. ايه راي حضراتكم في تصريحات الشيخ الازهري عن القران الكريم وان هو لا يصلح لكل الازمان؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.